السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. احنا النهاردة وقلنا هنشوي بقى شوية حلوة كده جميلة، وحبينا نشارككم ايه الشوي. قولوا لنا ايه رأيكم في الشوي، خليكم معانا. احنا دلوقتي بنولع النار في الشواية اهو، خليكم كده معايا كده ايه، نشوف بقى ايه هنعرف نولعها ازاي ونكمل الشوي، خليكم معايا. بسم الله ما شاء الله، بس كده الجمال ايه الحكاية. امسكي كده شوية صورينا. تعالوا كله يا جماعة، تعالوا كله احلى شوية. احلى شوي، تعالوا كل لو طلع وحش هقول لك في التعليق نية يعني. لا احلى شوي، هو الشوي حلو بس انت بتطلع نية. لا 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 لا، ايه رأيكم يا جماعة؟ ايه رأيكم في الشغل؟ بصوا كده حاجة ايه حكاية. شغل عالي. ايه رأيكم يا جماعه؟ عاجبكم الشغل ده ولا ايه؟ عاجبكم الشغل ده ولا ايه؟ بص كده الشغل من الاخر، تعالوا نكمل ونشوف. انا حاطه لازم يبقى حلو يا شيخ. مش بهوي، لازم يبقى حلو. لو كده ماشي. شايفه كده؟ تعالى امسكي كده. بسم الله. شوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الشغل عالي. تسلم ايديك، لو طلع حلو يبقى بتاعي انا اللي عاملاه. الشغل اهو، الشغل واضح اهو، مش محتاج كلام اهو. لو طعمه حلو يبقى انا اللي عاملاه، طلع طعمه وحش انت اللي عامله. ماشي. اهو نعلي النار كمان عليه عشان يظبط معايا كلام. بص ما شاء الله حاجة كده ايه حكاية. امسكي كده عشان افتح انا واشوف البيت حاجة عشان ما تتحرقش. يا ريت تقولوا لنا ايه رأيكم في التعليقات عن الشوي ده. هيدوقوا ويقولوا. يا ريت تدوقوا وتقولوا. تعالوا خد. فينك يا كريم من بدري؟ ايه بسم الله. هو بقى بعد الاكل عن النفس. Thank you.
ان شاء الله. الا وريني الشغل عالي، الشغل عالي ان شاء الله. ان شاء الله. الله ينور عليا يعني ولا ايه؟ ما انا بقول لك لو طلع حلو انا اللي عاملاه، انا اللي بهوى هو النعمة يا جماعة. لو طلع حلو انا اللي عاملاه، طلع واي حاجة حلوة الحمد لله. شايف النار؟ شايف النار؟ في سكية دي لو بجيب اللي على اللي في النص احطهم على الطرف عشان خاطر ما يتحرقش. ايوه خبرة. طب ما كنت لفيت دي تهويش بقى، تهويش انت بتولع النار تاني. دي بتختفي كده. بتختفي فيها ليه؟ الاكل ني لسه. ايوه مش عايزها تولع نار. نرمي على كريم قلنا بقى حاجة ايه عشان لما حاجة تتكلم نطلع فيها. الشغل شغل ايه من الاخر. طبعا استنوا بقى ايه نكمل ونوريكم النتيجة في الاخر.